تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقراءات، أن كل قارئ يتميز بميزة. مثلا لو نتكلم عن الإمام ورش، الإمام ورش يتميز بترقيق الراءات في بعض الأماكن يعني ولها أحكام، وكذا بتفخيم اللامات، ولا يتميز بمثل هذا إلا ورش. يفخم مثلا اللام التي قبل اللام المفتوحة التي يأتي قبلها الصاد والظاء والطاء، والراءات لها أحكام كثيرة. يعني ورش يتميز بنوع من ترقيق للراءات وتفخيم للامات. لو نتكلم مثلا عن الإمام السوسي، يتميز الإمام السوسي بإدغامات كبيرة. مثلا لو نقرأ آية في آية الكرسي ونسمع يدغم الإدغام الكبير، يسمى الإدغام الكبير، وهو عندما يلتقي حرفان لهما يعني نفس الصفة ونفس المخرج، حرفان متماثلان سواء الأول متحرك أو ساكن، أو فللقارئ السوسي عن أبي عمرو فإنه يدغمهما. مثلا لو نقرأ آية الكرسي نستمع إلى إدغام، وهذا يختص به الإمام السوسي، ويقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا يتميز السوسي بالإدغامات، مثلا يشفع عنده، إدغام العين في العين، حرفين متماثلين ولكن متحركين، ولا يدغمهما سوى السوسي. والإمام حمزة يتميز بنوع من الإمالات الكبرى التي نراها عندما يقرأها القارئ سواء في صلاة التراويح أو في المحافل. مثلا الإمام يعني مثال عن الإمام خلاد عن الإمام حمزة، عن القارئ حمزة، يقرأ مثلا سورة الليل، يقرأ بإمالات عندما يستمع إليها القارئ فتجذبه، وهذه ميزة للإمام حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى. هذه الإمالات التي تأتي في آخر الآية في ذوات الياء، فالإمام حمزة يتمتع أو له هذه الميزة، وهي ميزة الإمالات، وكل قارئ وله ميزة. مثلا لو نتكلم عن الإمام ابن كثير، فإنه إن وجد أي ميم جمع في القرآن فإنه يضيف لها مد مقداره حركتين.